بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، درسنا اليوم درس القراءة بعنوان لحظات غيرت التاريخ. فلنقرأ سويا الدرس. يبحث بعض الناس في عصرنا الحالي عن وسائل للترفيه والتسلية لكي يقتلوا بها أوقاتهم، ولا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت، وأن الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. ولعل أمير الشعراء أحمد شوقي كان من طليعة الشعراء الذين قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق في إلماح إلى قياس عمر الإنسان بالثواني والدقائق. قال أمير الشعراء: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فعمر الإنسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية، وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ، حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. وفي الحديث الشريف: تفكر ساعة خير من عبادة 1000 عام. والمعنى أن بالتفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. هذا النظام الدقيق الذي استرعى انتباه العالم الأشهر إسحاق نيوتن عندما سأل نفسه سؤالا، وكان في وقت فراغه وفي حالة تأمل وتفكر وبحث: لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ ولماذا تسقط على الأرض في شكل عمودي؟ ولماذا لا تنحرف ذات اليمين أو ذات الشمال؟ ولماذا لا ترتفع إلى أعلى؟ ومن خلال تلك الأسئلة وصل إلى نظرية الجاذبية الأرضية التي نجحت تطبيقاتها في أن يتخطى الإنسان بها حاجز الفضاء، مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ذلك جاء من لحظة تأمل بسيط ولكنه عميق، ولحظة تفكر صادقة استغل فيها صاحبها وقت فراغه فأفاد البشرية وخلد ذكره في سجل العلماء النابهين. إننا بعد هذا يجمل بنا أن نسأل أنفسنا دوما: كيف نستغل أوقات فراغنا فيما ينفع ويفيد؟ إننا لابد أن نؤمن بحقيقة مؤداها: إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لتنفيذ شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعله أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. نأتي الآن إلى معاني المفردات. يبحث، بمعنى يطلب أو يفتش عن: الترفيه، رغد العيش والتسلية والاستجمام والراحة. الحالي، معناها الحاضر. طليعة، مقدمة وأول وجمعها طلائع وعكسها مؤخرة. وسائل، بمعنى أساليب ومفردها وسيلة. إلماح، معناها التوضيح أو النظر بإشارة سريعة. يدرون، معناها يعرفون وعكسها يجهلون. دقائق المعرفة، معناها الأمور الغامضة. تقاس، معناها توزن وتقدر. تنحرف، بمعنى تميل وعكسها تعتدل أو تستقيم. تنجز، معناها تنهي وتتم وتحقق. يتخطى، بمعنى يتعدى ويعبر ويتجاوز. مدى، بمعنى مدة ومقدار. حاجز، فاصل أو مانع وجمعها حواجز. دقات، بمعنى خفقات ومفردها دقة. الفضاء هو ما بين السماء والأرض وجمعها أوضية. المرء، معناها الإنسان أو الرجل وجمعها الرجال. تسبح، بمعنى تطير. ارفع، يعني اجعل. عميق، بمعنى كبير وعكسها سطحي. الذكر، بمعنى السيرة أو الصيت جمعها أذكار. استغل، معناها انتهز واستفاد. ضرب، بمعنى ذكر وقدم. خلد، يعني جعل ذكره باقيا وأبقى وعكسها أفنى. أروع، بمعنى أحسن وعكسها أقبح. سجل، بمعنى كتاب وجمعها سجلات. التفكر، معناه التدبر وأعمال العقل. يجمل بنا، يعني يستحسن منا. التأمل، بمعنى التدبر. دوما، يعني دائما أو باستمرار. المراجعة، يعني إعادة النظر في الأمر. لابد، يعني لا مفر، وجمع بد أبداد وبددة. المحاسبة، معناها مناقشة الحساب. انتباه، مقصود بها فتنة وتيقظ وعكسها غفلة. أخبار، بمعنى أنباء ومفردها خبر. فاصل، بمعنى حاجز وجمعه فواصل. التهيئة، يعني الإعداد والتأهب.
يخصص بمعنى يعين، استرعى بمعنى لفت النظر، أرقى يعني أعلى وأسمى وعكسها أدنى، مؤداها نتيجتها، نتخيل بمعنى نتصور وعكسها نتأكد ونتحقق. نبدأ دلوقتي في شرح الدرس ومناقشة أهم الأسئلة الموجودة فيه. فكرة الدرس بصفة عامة إن هو عاوزك تستغل وقت فراغك في صورة مفيدة. إحنا كلنا في الوقت الحالي بندور في وقت فراغنا عن مجرد ألعاب، تسلية، ترفيه، مش أكتر ولا أقل. المفروض إن بجانب ده، بجانب الجانب الترفيهي، يكون وقت الفراغ بتاعي أستغله في شيء مفيد، تنمية مهارات، في اكتشاف شيء جديد أو محاولة اكتشاف أو اختراع شيء جديد. هي دي الفكرة العامة اللي عاوز يقدمها لي الدرس، واداني هنا أمثلة لحسن استغلال وقت الفراغ، ومن الممكن حسن استغلال هذا الوقت أن يصنع الإنسان لنفسه شيئا يفيده، ويصنع أيضا للبشرية كلها أشياء عظيمة جدا تفيدها. نبدأ في مناقشة أول سؤال: ماذا تعني كلمة الفراغ؟ الفراغ مقصود بها الخلو من العمل والشغل. طب كيف يسيء بعضنا استغلال وقت فراغه؟ هنا يسيء البعض استغلال وقت الفراغ في البحث عن وسائل للترفيه والتسلية لقتل الوقت، وقد يستخدم وقت الفراغ في اللهو الفاسد والضرر، فيسيء لنفسه وللآخرين. يعني فكرة الجزئية دي إن هو بيقول إن الناس دلوقتي بقت بتدور بس عن وسائل الترفيه والتسلية، بل بالعكس ما بقاش البحث عن وسائل الترفيه والتسلية في وقت الفراغ، ده بقى على حساب أعمالهم في بعض الأحيان. وده يجرنا للسؤال الثالث أو السؤال الثالث: ما أهمية الوقت في حياة الإنسان، أو بما تقاس حياة الإنسان؟ حياة الإنسان تقاس بالوقت، فعمر الإنسان يقاس بالثواني والدقائق وعدد الأنفاس التي يتنفسها. طب إيه المقصود بالجزئية دي؟ المقصود بالجزئية دي إن عمر الإنسان الحقيقي يقاس بالثواني والدقائق التي يصنع فيها شيئا مفيدا. ممكن الإنسان يعيش 40 سنة، 50 سنة، 80 سنة، لكن بالعامية كده وجوده زي عدمه، ما بيعملش حاجة مفيدة ولا لنفسه ولا للناس. لكن ممكن إنسان يعيش عمر بسيط في عدد السنوات، ولكن قدم أعمال عظيمة جدا جدا جدا. وفي التاريخ ياما ناس اتوفت في سن صغير ولكن قدمت أعمال عظيمة. واحد مثلا زي مصطفى كامل مات في عز شبابه، ولغاية دلوقتي احنا بندرس شخصية مصطفى كامل والأعمال الوطنية العظيمة اللي قدمتها للوطن. فده اللي عاوز يوصله لي الدرس في الجزئية دي. وده يجرنا للسؤال الرابع: ما الذي لا يدريه بعض من يقتلون الوقت؟ لا يدرون أن حياتهم تقاس بهذه الأوقات، وأن الثانية من العمر قد تنهي عملا يفيد البشرية مدى الحياة. وكان أحمد شوقي أمير الشعراء من طليعة الشعراء الذين قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق، مقصود بها العمر الحقيقي. قاسوا عمر الإنسان بالثواني والدقائق وليس بعدد السنوات. قال إيه بقى؟ قال أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تعال نشرحه كده بصورة مبسطة. طبعا الاتنين دول حفظ يا أولاد، يطالب الطالب في ثالثة إعدادي بالاستشهاد ببعض أبيات الشعر اللي بتقيس عمر الإنسان بالثواني والدقائق. قال إيه بقى؟ دقات قلب المرء قائلة له. قلب البني آدم بيقول له معلومة، بيقول له إيه؟ بيقول له إن الحياة دقائق وثواني، يعني عمر الإنسان الحقيقي يقاس بالدقائق والثواني وليس بعدد السنوات. يعني المقصود بينها بدقائق والثواني المفيدة التي ينجز فيها عملا يفيد نفسه ويفيد فيها البشرية. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، يعني اصنع لنفسك ذكرى جيدة يتذكرك بها الناس بعد الموت. طب ليه؟ فالذكر للإنسان عمر ثاني، يعني إذا تذكرك الناس بعد وفاتك فكأنك حي بين الناس، وسط الناس، وهذا يعتبر عمر ثاني لك. يعني احنا لغاية دلوقتي
بنسمع عن كتير من الشخصيات ونقرا عنها وهي توفت منذ قديم الازل. يعني عندك مثلا واحد زي صلاح الدين الايوبي مثلا، واحد زي الشيخ الشعراوي طبعا ده على سبيل المثال لا الحصر، واحد زي احمد زويل. الناس دي كلها قدمت اعمال مفيده لنفسها ومفيده للبشريه في كل المجالات، سواء مجال ديني او علمي او سياسي او ثقافي او اي شيء. يبقى الانسان اذا صنع لنفسه ذكرى جيده فهو بالتالي قد صنع له عمر ثاني، يعني ذكرى جيده يتذكرها بها الناس بعد موته. وده تاكيد لنفس الكلام في السؤال السادس، ما الذي المح اليه احمد شوقي في الابيات؟ المح واشار الى ان عمر الانسان يقاس بالثواني والدقائق، وعليه ان يخلد ذكرى نفسه بخير يفعله للناس. طب كيف نقيس عمر الانسان؟ نقيس عمر الانسان بماذا ما يقدمه هذا الانسان من خير وعلم ينفع البشريه. السؤال الثامن، ما اروع الامثله التي ضربت في قضاء وقت الفراغ؟ هي اروع الامثله ما ضربه العلماء في قضاء وقت فراغهم في 4 اشياء: التأمل والتفكر والمراجعة ومحاسبة النفس. فالعلماء يتأملون ويتفكرون الكون من حولهم أو في الكون من حولهم، ويراجعون ويحاسبون أنفسهم. يبقى هنا العلماء يقضون أوقات فراغهم في التأمل والتفكر والمراجعة ومحاسبة النفس، وممكن دي تيجي لوحدها سؤال أكمل. السؤال التاسع، أذكر مقولة عن التفكر وما الذي أشير فيها؟ هنا المقولة بتقول تفكر ساعة خير من عبادة 1000 عام. هنا طبعا هذه المقولة تشير إلى أن التأمل في الكون وفي قدرة الله عز وجل ولو لمدة ساعة خير من عبادة 1000 عام. طبعا هنا مش بعمل مقارنة ما بين التفكر والتأمل وبين العبادة، مش ده أفضل من ده. هو هنا عاوز يوصل لك أن أهمية التفكر والتأمل زي ما اللي موجودة في السؤال العاشر تصل بالإنسان إلى 4 أشياء: دقائق المعرفة، أخبار الكون، قدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. يعني بالتفكر والتأمل في الكون من حولك تستطيع أن تصل إلى كل الأنواع المعرفة الدقيقة من حولك في الكون وأخبار هذا الكون، فبالتالي تتوصل إلى قدرة الله في صنع هذا الكون وتهيئته والنظام الذي يسير به هذا الكون، الذي لا يستطيع إلا أي أحد إلا الله عز وجل أن يسير هذا الكون بهذا النظام الدقيق. فبالتالي التفكر يزيد من الإيمان بالله. وده هياخدنا لجزئية تانية، مثال لبعض العلماء لحظات تفكر بسيطة جدا قادتهم إلى اكتشافات عظيمة. كان في عالم اسمه إسحاق نيوتن، استرعى انتباه إسحاق نيوتن النظام الدقيق للكون، فسأل نفسه عدة أشياء: لماذا سقطت التفاحة فوق رأسي؟ لماذا لم تنحرف أو ترتفع إلى أعلى؟ لماذا لم تنحرف ذات اليمين وذات الشمال؟ لماذا سقطت عموديا فوق رأسي؟ ما الذي توصل إليه نيوتن وكيف ذلك؟ توصل نيوتن إلى نظرية الجاذبية الأرضية. هتوصل في الأول للنظرية، وطبعا بعد كده النظرية دي تطورت لقانون الجاذبية الأرضية بعد ذلك. طب كيف توصل إلى ذلك؟ توصل إلى ذلك عن طريق تأمل بسيط ولكنه عميق ولحظة تفكر صادقة استغل فيها وقت فراغه لكسة التفاحة اللي احنا لسه قايلين. طيب كيف استخدم الإنسان قانون الجاذبية في حياته؟ أو ما أهمية قانون الجاذبية؟ أو ما أهم التطبيقات المستخدمة في قانون الجاذبية؟ هنا استطاع التطبيقات التي اخترعها الإنسان على قانون الجاذبية أن يتخطى بها الإنسان حاجز الفضاء ويستكشف الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، واستطاع اختراع حركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها. كل ده تطبيقات لنظرية الجاذبية الأرضية. لحظة بسيطة جدا عاشها نيوتن غيرت تاريخ العالم كله. سؤال 14، ما نتائج حالات التأمل والتفكر أو التفكير على حياة العلماء؟ استطاع العلماء من خلال لحظات التأمل البسيط والعميق ولحظات التفكر الصادق واستغلال وقت الفراغ في أن يفيدوا البشرية ويخلدوا ذكراهم في سجل العلماء النابهين. ما الذي يجب أن نسأل به أنفسنا دوما؟ يجمل بنا، يعني يجب علينا أن نسأل أنفسنا كيف نستغل أوقات فراغنا فيما ينفع ويفيد. ده لازم يبقى السؤال الشاغل لينا، كل واحد ليه بقى ليه هواياته، بس الهواية دي لازم تبقى هواية مفيدة.
طب ما الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها؟ أن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لتنفيذ شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل وأرقى مما نظن. السؤال 18، هل للاختراعات الحديثة للإنسان علاقة بالتأمل والتفكر؟ هقول له طبعا نعم، هناك علاقة وثيقة بين المخترعات الحديثة وتأمل وتفكر العلماء فيما يصل إليه من قوانين يستخدمها البعض في التطبيق عليها واختراع هذه المخترعات التي أفادت الإنسانية وخلدت ذكر مخترعيها. ما واجبنا نحو الوقت؟ يجب أن نستغل أوقات فراغنا فيما ينفع ويفيد، ولا بد أن نؤمن بحقيقة مؤداها أن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لتنفيذ شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعله أفضل مما نظن وأرقى مما نتخيل. وبكده ينتهي درس النهاردة، على أمل في لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.